مرحبا بكم. أحيانا يبدو وكأن بعض الأشخاص لديهم القدرة على فعل أشياء لا يستطيع آخرون فعلها، ولكن كل ما في الأمر هو تنفيذ الخدعة بشكل محترف، واليوم سأبين لك كيف يتم تنفيذ بعض هذه الحيل، وربما تصدم عندما تتأكد من أنها ليست معقدة مثل ما كنت تظن. إليكم 5 أسرار لحيل سحرية تم كشفها أخيرا. رقم 5، السيدة الملتوية. في هذه الخدعة الشهيرة التي تساهم فيها مساعدة الساحر، يبدو وكأن السيدة على وشك التحول إلى شطيرة، حيث يخترق جسدها سكينتان ولا تزال محتفظة بابتسامة عريضة، ثم يزيل الساحر الصندوق الذي يقع في المنتصف من أجل إكمال هذه الخدعة المسلية. تبدو المرأة فعلا وكأنه قد تم تقطيعها إلى 3 أجزاء، ويبدو هذا حقيقيا للغاية. يبدو هذا صعب التنفيذ ولكنك مخطئ، لقد تم تحضير هذا الصندوق من قبل، ولكن ما تقوم به المساعدة أنها تظل في هذا الوضع حتى لا تصيبها السكاكين. من المهم ألا تتحرك المساعدة نهائيا. رقم 4، الإمساك بالرصاصة. عند تنفيذ هذه الخدعة أذهلت العديد من الأشخاص عند رؤيتهم أن الساحر قد فعلها. تتعلق هذه الحيلة باختيار رصاصة وإظهارها للجمهور من أجل التعرف عليها. يجب أن تكون لهذه الرصاصة نوع معين حتى تصبح الخدعة محترفة، لأنه من الممكن أن يقال إنه تم استخدام رصاصة مختلفة. تقوم المساعدة بإطلاق النيران باتجاه الساحر، ثم تصبح الرصاصة بين أسنانه. إن هذا سهل، أليس كذلك؟ ما يقوم به الساحر هو الآتي: يقوم الساحر بوضع مسحوق معين في السلاح بحيث يبدو وكأن الرصاصة هي التي دخلت في السلاح، وبذلك يتم إطلاق النيران على الساحر، ولكن لا توجد أي رصاصة داخل السلاح على الإطلاق. إن السحرة بارعون في إقناعك بتصديق شيء ما وفعل شيء آخر، ففي لحظة ما يقوم الساحر بوضع الرصاصة داخل فمه وإظهارها للجمهور. من المهم للغاية أن يبين الساحر وكأنه تلقى الرصاصة بين أسنانه. إن هذا هو ما يحتاج إليه من أجل تنفيذ خدعة محترفة. رقم 3، على الرغم من أن السير على المياه يبدو علامة غريبة، فإن هؤلاء السحرة قد أقنعونا بامتلاكهم لقدرات خارقة. قام الساحر كريس أنجل والساحر داينامو بفعل ذلك، ولم يستطع أحد معرفة كيفية القيام بها. لقد فعلها أحدهم في مسبح بينما فعلها الآخر في النهر. بدت هذه الخدعة حقيقية للغاية، وصدق الكثيرون أن هؤلاء السحرة قد استطاعوا السير بالفعل على الماء نتيجة لقوى خارقة. إن الحقيقة مختلفة تماما، حيث إن خدعة السير على المياه يتم تنفيذها عن طريق هذا الزجاج الشفاف. كل ما في الأمر أنه يتم تثبيته بطريقة ما، ويمشي الساحر بهذه الطريقة الحذرة التي تجعلنا نفكر أنه يمتلك قدرات خاصة بالفعل. لا يمكن رؤية هذا الزجاج الشفاف إلا عن طريق زوايا معينة لعدسات الكاميرا. أما بالنسبة للساحر داينامو فقد بدت خدعته أكثر تعقيدا بسبب القيام بها في النهر، ولكن لم يتمكن أحد من رؤية الزجاج نظرا لعدم نقاء المياه، ولم يسمح لون المياه العكر برؤية الزجاج على الإطلاق، فظهرت الخدعة بشكلها المحترف. رقم 2، السيدة المقطوعة إلى نصفين. لطالما كان هذا من أكثر الأشياء الموجعة بالنسبة لي، حيث إن رؤية سيدة يتم تقطيعها لنصفين ليس شيئا لطيفا ليراه طفل في 10 من عمره، لأنه من الممكن أن يجرب ذلك مع أصدقائه. تتم هذه الحيلة عن طريق إدخال سيدة في الصندوق، ثم يتم تقطيعها إلى نصفين بواسطة أحد السحرة، ثم يبين الساحر وكأن نصف جسد المرأة في جانب والنصف الآخر في جانب آخر، ثم تظهر السيدة كاملة كما لو أنها لم يصبها أي شيء، وبالفعل لم يصبها أي شيء، ففي الحقيقة لا توجد داخل هذه الصناديق سيدة واحدة فقط، وإنما يوجد 2، وبمعرفة ذلك لا يبدو هذا مدهشا، أليس كذلك؟ رقم 1، التحليق في الهواء. هل حلمت يوما ما أن تحلق في الهواء وترفع قدميك عن الأرض؟
لقد كان حلما للكثير منا، على الرغم من أن التاريخ يقر بأن بعض رهبان التبت قد قاموا بذلك بالفعل. عندما أتحدث عن التحليق في الهواء، فإنني أتحدث عن هذه الخدعة التي يقوم بها بعض السحرة حول العالم. في البداية نحاول التوصل لمصدر الخدعة، ولكن لا نستطيع فعل ذلك، على الرغم من أنه بمجرد النظر لن تستطيع ذلك. فكفي أن تعرف أن تنفيذ هذه الخدعة ببساطة شديدة، بحيث يستطيع الساحر البقاء في نفس الوضع لعدة ساعات. وعادة ما يرتدي السحرة الذين ينفذون هذه الخدعة ملابس طويلة للغاية، مما يساعدهم على إخفاء الأنابيب التي تستخدم لتنفيذ الخدعة، مما يجعل من الصعب اكتشاف كيفية تنفيذها. والآن أنت تعرفها. شكرا لكم على مشاهدة الفيديو، لا تنسوا الإعجاب به والاشتراك بالقناة.